ونحن نتحدث عن العناية بالأم أثناء الولادة، كنا نتحدث عن العناية بالأم قبل الولادة وبعد الولادة. قبل الولادة قلنا لازم تغذية سليمة، لازم نبعد عن الكحول، نبعد عن التدخين، نبعد عن الأغذية المحفوظة والمعلبات والشوكولاتات والحاجات اللي فيها مواد حافظة، المعلبات، نظبط الوزن، نظبط المشي. لازم قلنا نمشي في الشهر الخامس حوالي ربع ساعة كل يوم، السادس ثلث ساعة كل يوم، السابع نص ساعة كل يوم، الثامن التاسع لازم توصل لساعة كاملة مشي يوميا. وفي تمرينات اسمها تمرينات الولادة. تمرينات الولادة موجودة في كل المراجع الطبية، جميع المراجع الطبية اسمها تمرينات الولادة. في حاجة اسمها تمرينات القرفصاء، ازاي تقوم وتقعد بالراحة. وفي تمارين حسب الوضع اللي بتحبه المرأة، لأن قلت لكم أوضاع الولادة كتير، منها ولادة بجلس القرفصاء، ومنها واحدة بتحب تستلقي على ظهرها، ومنها واحدة بتحب وضع السجود. كل واحدة لها وضع مميز للولادة. المهم ان احنا عندنا مراحل الولادة. عملية الولادة دي بتاخد من 14 ل 16 ساعة فترة تمدد الرحم. وبعد ما يتمدد الرحم زي ما قلت لحضراتكم بيجي فترة اسمها خروج الجنين، بتاخد من نص ساعة لساعة، ساعة ونص حسب تيسير ربنا. وبعد كده بعدها بنص ساعة ساعة بتنزل ولادة تانية اللي هي ولادة الأغشية، اللي هي بتولد 3 كيلو 4 كيلو، اللي هم الأغشية اللي حوالين الجنين. طبعا كل هذه الولادات ال 16 ساعة دول بيختصروا في فتح البطن، شق نص ساعة، طلع طلع الجنين، طلع الأغشية، خيط، مش عارف، نص ساعة المريضة طلعت متخدرة ورايحة. طبعا هي فرحانة بس كله لزق في بعض، كله لزق في بعضه، اللي هي الأديجنز، قال عن حاجة خلقها ربنا اللي هي ما يسمى التصاقات ما بعد الجراحة. التصاقات ما بعد الجراحة دي بيعاني منها الجراح نفسه. يعني ايه؟ يعني الولادة الأولانية هو جاب طبقات الرحم خيطها، وطبقات البطن الثلاثة أربعة العضلات خيطهم في بعض، ها، وبعدين خيط الجلد، ماشي. وساعات يعني يبقى راجل عنده ضمير فيخيط الجلد ايه، خياطة تجميلية، فكأنها ما ولدتش، كأنها ما اتفتحتش. لكن اللي بعده بقى في الولادة الثانية، ها، بيلاقي الأمرين، لأن الأغشية لازقة ببعض، طبقات البطن لازقة ببعض، وعاملة سكارز، وعاملة أدهيجنز، وعاملة التصاقات ما بعد الجراح، عاملة بلاوي جوه. إذا كانت الولادة الأولى ب 1000 جنيه ولا ب 2000، الولادة الثانية ب 3 ب 4، الولادة الثالثة ب 6000. ليه بقى؟ لأنه الالتصاقات بقت أكتر، وبقت في كلاكيع جوه، وفي يعني أنتوا عارفين الجراحة بتعمل التصاقات. فاللي بيعاني من التصاقات الجراحة والأدهيجنز الجراح نفسه. ولذلك هو بيسأل الولادة دي رقم كام؟ الولاده دي رقم ايه؟ رقم كام؟ طيب بنقول انه في عنايه بالام اثناء الولاده، وفي عنايه بالام بعد الولاده. اثناء الولاده المفروض ان احنا بنعلق لها محاليل. طبعا مفيش محاليل، يبقى بندي دايما سوائل سكريه، يعني جنبها محلول سكر او عسل اذا ما كانش مريض السكر، بنديها سوائل دافيه، بنديها كذا، يعني بنحاول نعتني بيها، بنديها اغذيه سليمه كذا كذا. لما تولد على طول نلحقها بقى بايه؟ بنلحقها بخمس ست حاجات مهمه. هي نزفت 3 4 لتر سوائل ودم، و يبقى لازم نلحقها بسوائل. فلازم نلحقها بسوائل. كان عندنا 3 4 حاجات مهمين قوي. الحلبه، الحلبه الحصى والحلبه المغاد، اسرع حاجه على وجه الارض بتخلي الرحم يلتئم، وبتعوض الدم اللي ناقص، وبتظبط السكر لو في سكر حمل. يبقى الحلبه، محدش بقى يقدر يقول ده انا قرفان الحلبه بتعمل ايه. لا لا لا، دي والده، الوالدة أهم حاجة الحلم. تاني حاجة البلح، البلح بيزود اليوتراين كونتراكشنز، فالمفروض إن أنا يتنقبض وتنقبض الرحم عشان يصغر. مفيش حاجة اسمها الولادة من غير ألم، مفيش حاجة اسمها الولادة مفيش ألم بعد الولادة. ده الألم ده ضروري جدا جدا. ليه؟ لأن الرحم اللي كبر 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 وكان وزنه 70 جرام بقى وزنه كيلو جرام، يعني 1000 جرام، لازم الرحم اللي كبر ده يرجع مكانه. فعشان يرجع مكانه تاني يحصل ريتراكشن اند كونتراكشن، ريتراكشن اند كونتراكشن، يعني يقل ويصغر، يقل ويصغر، يقل ويصغر، لغايه لما يرجع مكانه تاني في الحوض. يبقى الرحم اللي كان قد كده اهو لازم يرجع مكانه في الحوض تاني. يبقى عشان يرجع مكانه يبقى في الم، اسمها الام انقباضات. تفضل بقى مغص والم وبطنها كبيره اسبوع اسبوعين بعد الولاده، وفي كرسيهات بنعملها، وفي تمرينات، والا تفضل بكرش بقيه عمرها. فطبعا يعني ما بعد الولاده، يعني مش عايز اقول ما بعد الولاده، اخطر من الولاده، لانها لو اهملت دخلت في حمى نفاس وسبسز وقيح وصديد موت. ايه اللي بيحصل بعد الولاده؟ ده هنشوف حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.